وشيرين في شبه غيبوبة بالمستشفى. أنا ناطرة رأيكم بدل ما تتهموني، ناطرة تعليقكم. تبهوا شيرين بغيبوبة. أنا مثل ما ملاحظين ملتزمة الصمت الكامل، طلبت من الناس إنه يدعوا لشيرين بالشفاء العاجل ويوقفوا حد أمها وخيها، ما قلت ولا كلمة غير هيك، لأنه مش من حقي أحكي أبداً قبل ما توقع شيرين وتقلي نضال أحكيه، لأنه بتربطني فيها صداقة من سنة 2003، بدأت العلاقة بال 2003 وتطورت لتصير صداقة بال 2007، بس ما بقدر بحكي أبداً، لأنه إذا عندي ذرة أخلاق مفروض التزم الصمت، لأنه إذا بدي أحكي هو بدكن تتخيلوا شو في عندي حقائق من قالت عبر الإعلام أبداً. هيدا مش لأني أشطر من غيري كصحفية أو كإعلامية، نو، لأنه في صداقة بيني وبين شيرين وما بدي أحكي، لأنه هي كل الأشياء اللي حكيناهن مع بعضنا ما قالت لي للنشر. أما لما توصل لهالحالة أنا بفهم أنه بلا للنشر، بس كيف بتأكد؟ بتأكد لما تظهر شيرين، مش لما تظهر، لما تفتح عيونها بالمستشفى. كل اللي بقدر لكم إياه أنه شيرين تحت العلاج الصعب جدا جدا جدا، وضعها ببكي. المجرم لهلأ ما لقط، مبين أني مرتبكة لأني غضباني، عندي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين وتبرز حقائق. توسل من في نفسه ذرة خير أن لا يصدق الدجال الذي كان يقتل شيرين بكافة أنواع التعنيف والضرب والتوريط لولا تدخل شقيقها. أسأل لو أدليت بقليل مما أعرف أو بقليل من التسجيلات، هل يكون ذلك أخلاقيا؟ وشيرين في شبه غيبوبة بالمستشفى. أنا ناطرة رأيكم بدل ما تتهموني، ناطرة تعليقكم. تبهوا شيرين بغيبوبة.